بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم يا أبطال. النهاردة بإذن الله عايزين نحط مع بعض كده تصور لخطة محكمة هنتعامل بها مع المنهج في الأسبوع الأخير اللي قبل الامتحان. الأسبوع ده مهم جدا عشان نلم فيه العربي، ومعظمكم مأجل العربي لهذا الأسبوع ومعتمد على هذا الأسبوع تماما إن هو بإذن الله ربنا يكرمه ويلم فيه العربي. بس لما باجي أسألكم هتعمل إيه في الأسبوع ده ألاقي ردين يا جماعة. رد الأولاني إن لما هبدأ ربنا يسهل يا أستاذ، بظروف هسيبها بظروفها يعني، وأنا لما أبدأ هشوف هعمل إيه بقى. طبعا دي مسألة خطيرة جدا، لأن أنت لو دخلت بدون جدول هتوه، لو دخلت الأسبوع الأخير بدون جدول هتوه. المادة كبيرة وتفريعاتها كتير، وهتبص تلاقي نفسك أول يومين ثلاثة ها ماشي شوية، وبعد كده تحس إن أنت ما أنجزتش، فهتلاقي لا ما ينفعش يا جماعة، ما فيش وقت للأخطاء دي خالص. فأوعى تخش الأسبوع ده من غير جدول، سواء أنا اللي حاطه أو أنت اللي حاطه أو أي حد حاطه لك، المهم هتمشي على جدول، عارف هتبدأ إمتى، هتخلص إمتى، هتعمل كده، تمام؟ طيب الحاجة التانية أو الخطأ التاني اللي ممكن يقع فيه الطلاب أو الرد التاني اللي بسمعه منكم، يعني ألاقي الطلاب يقولوا لي بس كلام، يقولوا لي يعني يقولوا لي جدول بس كلام مبالغ فيه جدا. ابص الاقي الطلاب يقولوا لي ايه، احنا هنحل دوري التقييم وهنحل امتحانات ثانويه عامه وان شاء الله الرحمن الرحيم اسئله كتاب المدرسه، وباذن الله امتحانات الاستاذ مش عارف فلاني، وكتاب والتوقعات بقى نذاكرها يا استاذ. يعني بص تلاقيه حاطط كميه من المهام مش هيخلصها في اسبوع، ده لو سنه مش هيخلصها. وبالتالي لما بيبدا الطالب ده في التصور الحماسي اللي حطه علشان بقى يتقن، ما هو داخل امتحان ثانويه عامه بقى، فيبدا يجي ينفذ الخطه اللي هو كان متصور انه هينفذها، يلاقي نفسه مش عارف ينفذها، يقوم يحبط نفسه في حين ان هو اصلا غلط اللي حطه ده. فهو احبط نفسه بنفسه، حط جدول كبير جدا وحط تصور كبير جدا، ولما ما جاش يحققه جاي يقول لك انا ما عرفتش يا استاذ وانا ضعت خلاص. لا، انت اللي حاطط تصور غلط. فيا جماعه عشان ما نحطش تصور غلط ونحبط نفسنا بايدينا او ندخل عشوائي ونلاقي نفسنا قدام مشكله كبيره مش عارفين نحلها، فانا جاي الحق بسرعه الخطأين دولت. واذا كنت حاطط جدول والجدول ده برضو اسمعني، اذا كنت انت متصور عندك تصور لو سمحت اسمعني علشان تعرف تصورك صحيح او خطا، تمام يا شباب؟ تمام. تعالوا بقى نتوكل على الله كده ونشوف هنعمل ايه في المنهج. احنا باذن الله هنبدا يوم 31/5 مش يوم 1/6 لو سمحت يا جماعه، الحته دي مهمه جدا وهوريكم دلوقتي الجدول مكتوب وبالساعه وهنعمل ايه بالظبط. بس انا 31/5 هيفرق معايا اليوم ده كتير جدا، لان يوم 7/6 انا مش حاسبه، اللي هو قبل الامتحان مباشره، اليوم ده انا بخليه تصفح منهج دردشه كده، محدش يحل امتحانات في اليوم ده يا جماعه. ده النصيحه الصح، ان اليوم اللي قبل الامتحان على طول ما تحلش امتحانات، اتعملت تصفح المنهج، لانك لو جيت تحل امتحانات في اليوم اللي قبل الامتحان على طول هتتصور انك مش عارف، رغم انك انت عارف، بس يعني تبقى توتر بقى وتجربه اول مره انت تمر بيها، فبتبقى الانفعالات عاليه شويه لغايه ما تخش الامتحان وتلاقي الامتحان قدامك زي الفل ان شاء الله وتطلع فرحان باذن الله والله. بس انا مش عايزك تحل امتحانات يوم 7/6 اللي اذا كانت اعصابك جامده قوي يعني ومش في دماغك يعني. نرجع بقى لتصورنا، احنا قلنا هنبدا كام؟ تعالى نبص مع بعض كده بقى، قلنا هنبدا ها 31/5 ادي قدامك اهوت 31/5، انا حاطط لك مجموعه من المواضيع في النصوص والادب والى اخره، حتى التعبير هيقول لك ايه، وقدام كل حاجه مديك الوقت بتاع المذاكره. لو سمعتوا خلي بالكم بقى من اللي هقوله دلوقتي ده. اولا اللي قدامك دلوقتي ده الصغيران غربة وحنين، أدب الكلاسيكية، المقال والرواية، قيم إنسانية، العقاد، الفصول 1 و3 من الجزء الأول و1 و2 من الجزء الثاني، وهفهمك دلوقتي كل حاجة، والتعبير نهر النيل والنحو من المعلومة 1 ل25 هفهمك كل ده برضه دلوقتي، وخمس تدريبات بلاغة. الكم ده يساوي ربع المنهج. يبقى أول يوم السبت إن شاء الرحمن الرحيم هنذاكر الربع الأول من المنهج، كده أنت فهمتني بقى. يبقى يوم الأحد ها الربع الثاني، يوم الاثنين الربع الثالث، يوم الثلاث الربع الرابع والأخير، صح كده؟ يبقى أنا في أول 4 أيام من الأسبوع حطيت جدول إن أنا أخلص المنهج بطريقة الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الأخير، تمام؟ طيب واللي فاضل يا أستاذ دي الرؤية العامة، اصبر أنا هرجع لك للتفاصيل بس هديك الرؤية العامة للجدول. طيب طب الأربع والخميس والجمعة، الأربع والخميس والجمعة، الأربع والخميس والجمعة امتحانات. كل ده بنحل امتحانات. بص طول ما انت قاعد عمال ماسك امتحانات وتحلها شفوي تحريري انت حر، المهم ان انت عمال تمتحن امتحان تكتشف ثغرات تروح تذاكرها يوم وهكذا، ممكن تمتحن لك في اليوم
خمس ست امتحانات، 10 امتحانات، امتحانين، ثلاثة، حسب طاقتك وحسب قدرتك. المهم ان كل امتحان من الامتحانات ديت هو اللي هيكشف لك الثغرات اللي بقول عليها. طب تعالوا نرجع كده بقى للجدول من الاول خالص. بص يا سيدي، اول حاجة هنمسك، بص بقى توزيعة الجدول، الصغيران، وتعرف طبعا ان الصغيران حفظ من بينما نحن على ذلك الى اخر الايه، الى النص. هتحط للصغيران ساعة. ساعة يا استاذ، ده الصغيران يا استاذ، ده نص مهم يا استاذ، ده نص نازل يا عم. انا بقول لك ساعة، ده ساعة زي الفل، لو سمحتوا ما تبلغوش، عشان انا قدامي مهام كبيره جدا قدامك اهيت. لو هتجمع الكلام ده هتلاقي 10 ساعات، يعني انت عشان تخلص المفروض ان انت تخلصه في اليوم ده انت محتاج 10 ساعات مذاكره، ده غير 3 ساعات الامتحان. فما تقعدليش في الصغيران 7 ساعات ها وتقول لي اصلا انا ما لحقتش. ما هو في طلبه بتعمل ايه؟ ما هو ده برضو اللي انا جاي الحقه وجاي احذركم منه. الطالب يبقى مذاكر النص 100 مره بس بقى، يعني حبك الاخلاص بقى وحبك الحماسه انه عايز عشان يطمئن ويرتاح ضميره انه يمسك نص الصغيران ده يسمعه كلمه كلمه وحرف حرف بالورقه وبالقلم. يا سيدي ماشي، شكرا على حرصك، لكن مش وقته، انت ما انت مذاكره قبل كده. ده انا بعمل ايه؟ انا عارف ان انا اخر اليوم همتحن امتحان في المواضيع ديت، فماسك الساعه ديت ساعه 60 دقيقه، ماسك الساعه دي بقى برجع التعليق، بقى اقرا الصور، اقرا الشرح، معاني الكلمات، ايحاءات، اقرا قرايه كده وانظم دماغي، اجي على الحته بتاعه الحفظ اللي في الاخر خالص اللي هي بينما نحن على ذلك اسمعها. خلصت ال 60 دقيقه خلاص، انت كده نص الصغيران الوقت المتاح ليه خلص. ما تخافش، في ايام جايه حتى لو في نقط ناقصه ولا بتاع، ما تخافش، في ايام جايه، اليوم الثاني هنكرر مذاكره واليوم الثالث هنكرر مذاكره، بس انا مش عايزك تسرح وتيجي في الاخر تقول اصل انا ما لحقتش. يبقى الصغيران يا جماعه ساعه، وربنا يبارك لك في الساعه دي. بعد الساعه دي خد 5 دقائق بالكتير 10 دقائق كده، اطلع شم اكسجين كده وايه، ونشط مخك تاني، وارجع لنص غربه وحنين. برضه متاح ليك ساعه، قدامك ساعه، التعليق، معاني الكلمات، النص يتحفظوا، الثلاثه دول بيتحفظوا، الشرح والبلاغه دول بيتقروا. يا جماعه ما حدش بيحفظ بلاغه الا هم، الا بعض الصور اللي انت تخلي بالك منها، الاستعاره، لا خلي بالك الاستعاره التصريحيه، يعني التشبيه، نوع التشبيه، الحاجات اللي هي عايزه ايه، الحاجات الفنيه بقى اللي انت عارف انها بتقع منك دايما. فاذا غربه وحنين هقعد معاه ساعه، خلصت الساعه اروح لادب الكلاسيكيه. انت عارف ان ادب الكلاسيكيه يعني ادب مهم، وادب فيه كلام كتير وكلام تقيل وطويل مش صغير، فلذلك عايزك ها تراجعه تاني وتكرره. والله عايز يعني تغير بقى، عايز تذاكر الاول الادب وبعدين تذاكر النص، براحتك ما عنديش مشكله. يعني انت كونك تسبق حاجه او تقدم حاجه ده براحتك، الجدول ده مش شرط بالترتيب كده، بس اهو انا حاطط لك برده مرتب حسب ان الصغيران نص شويه عايز مجهود، فانت لسه بادئ نشاطك فتبدا بيه احسن. فانا يعني مرتبهم لك ترتيبه كده، المهم تلتزم بالمواضيع وتلتزم بالوقت اللي بتاع المواضيع، انما الترتيب براحتك، ترتيبهم زي ما انت عايز. ها المقال والروايه برده حاطط لهم ساعه، انت عارف ان المقال صغير اصلا والروايه صغيره. وقيم انسانيه، طبعا انت ياما سمعت قيم انسانيه 100 مره، بس اوصيك بقى بمعاني الكلمات وتشوف اسئله امتحانات ثانويه عامه. ما هو انت كل ده انت كانك بتعد لمهمه، انك اخر المهمه فعلا اللي هي اخر اليوم هتمتحن امتحان. طب يا استاذ الامتحان ده اجيبه منين؟ بص بقى، انت قدامك الامتحان ده احتمالات كتير، ممكن تطلع امتحان ثانويه عامه في المواضيع ديت وتحلها تمام، بس ده تبقى طريقه مشتته شويه وتفضل تقلب وتعمل وتعمل. لا انا عايزك امتحان فعلي. الاحسن بقى انشاء الرحمن الرحيم، هتلاقي عندي على الفيسبوك او على صفحه الفيسبوك بتاعتي او على موقع بنذاكر، باذن الله هتلاقي 4 امتحانات كل مره هتنزل امتحان يمثل الربع الاول، 4 امتحانات يمثلوا الربع الاول والربع الثاني وهكذا. فانت لما بتخلص اليوم نزل الامتحان بتاعي وحله، وهتلاقي ان شاء الله نموذج اجابه اما ورق او فيديو بيصحح لك علشان تعرف انت عملت ايه في اليوم الاول ده بطل. فهمنا يا شباب؟ فالموضوع دلوقتي اهوت، انا مديك الطريقه ومديك الادوات، يعني الطريقه اللي هتذاكر بيها، الوقت اللي هتذاكر بيه، مقسم لك المنهج اهو، ومديك الادوات انشاء الرحمن الرحيم اللي هتحل بيها وكمان هتصحح يا عم. يبقى انت كده اليوم الاول تمام، انت ان شاء الله رب العالمين مهما كانت الدرجه اللي حصلت عليها بقى. ما انا اكمل معاك، معلش اكمل معاك علشان نبقى بس ايه الجدول واضح في اذهانكم اكتر، عشان حته القصه دي عايز اتكلم فيها شويه. المهم الاول قيم انسانيه هنحط له ساعه، والعقده هنحط له ساعه. طب لحظه، انا مختار، بص لو وزعت الجدول كمان مش بترتيب المنهج، انت لو ماشي بترتيب المنهج ممكن تيجي على نص الاسبوع تخلص تسيب لي الجزء اللي دايما ما بيتذاكرش. ما هو انت المشكله انكم دايما تبداوا من الاول، ابص الاقي يلا بقى نذاكر، ها يلا غربه وحنين نقع، وبعدين بعد شويه يلا نذاكر بقى غربه وحنين، كل مره تبدا من الاول غربه وحنين، ده تهرى مذاكره وبقيه المنهج متساب خالص. فلذلك التوزيعه هنا توزيعه ان شاء الله فيها خبره وفيها ذكاء، انك انت ماسك
ماسك المنهج من الاول ومن الايه ومن الاخر. فالعقاد تقعد كده ايه بقى تعرف العقاد ده درس مهم، وتقعد بقى ايه تذاكره كده وتشوف معاني كلماته وغيره. نيجي بقى للقصه. القصه برضو انا ماسك العصايه من النص، مديك اول ثلاث فصول في القصه مع اول فصل، اول ثلاث فصول في الجزء الاول مع اول فصلين في الجزء الثاني. وده ليه؟ قلت لك علشان ما تجيش تخلص لي الجزء الاول وبعدين تلاقي الدنيا بتزنق عليك بقى ومش لاحق تعمل ومش لاحق تشتغل، تقوم سايب لي الجزء الثاني او مكروت الجزء الثاني. لا، انت كده ماسك العصايه ان شاء الله من النص. برضو بدي لك ساعه ونص. انت عارف اول ثلاث فصول اصلا في القصه ما ياخدوش حاجه يا جماعه، انت ياما ذكرتهم وهم صغيرين اصلا وكلامهم بسيط وسهل. فانا مدي لك ساعه ونص والفصلين الثانيين مع بعض، فخمس فصول تذاكرهم ساعه ونص، لا ده كده تمام قوي زي الفل. وبخصوصا برضو بقول دي مش اول مره نذاكرها يا جماعه، اكيد ذاكرناها قبل كده. اما اذا كانت اول مره تذاكرها فانت حر بقى، انت لازم بقى ايه تضاعف الوقت ده بقى، انت حر بقى يعني. نيجي للتعبير بقى. استاذ هنذاكر تعبير؟ اه. شفت بقى الجدول ضامن لك ان شاء الله كمان؟ ايوه، هتقعد تذاكر تعبير، بل محدد لك موضوع التعبير كمان اللي تقراه. انت عارف موضوع التعبير من المواضيع المهمه نهر النيل، سواء بقى ترشيد المياه او سد النهضه او تعامل مصر مع مساله ومشكله المياه وهكذا. فموضوع نهر النيل ده مهم جدا، تمام؟ فطب اعمل ايه يعني اذاكر نهر النيل ازاي يا استاذ؟ والله برضو ان شاء الرحمن الرحيم هتلاقي باذن الله على موقع بنذاكر مجموعه اربع مواضيع تعبير، اربع مواضيع تعبير بالاضافه لاربع الامتحانات. يبقى معانا اربع امتحانات على كل ربع من المنهج امتحان باجابته النموذجيه ان شاء الله، ربنا يعيني يا رب واعملهم لك ان شاء الله. وعندك كمان المواضيع التعبير الاربعه اللي هسيرهم في النقطه دي، تقرا مواضيع التعبير دي بس تقراها كنوع استرشاد، يعني نوع انا هقراها عشان اكتب زيه مش عشان احفظه واكتبه، لان انا لو قعدت احفظه انا هاخد خمس ست ساعات في موضوع التعبير وده كلام غير منطقي. تحفظ شاهد، تاخد افكار، تتهيأ كده ازاي تكتب في الموضوع ده عشان لما تيجي تمتحن الامتحان اخر اليوم تلاقي نفسك يعني مظبط الموضوع وانت الوقت مظبوط وكانه امتحان بتاع اخر السنه بالظبط. انا كل الفكره ان انا عايزك تمتحن كانه امتحان اخر السنه بالظبط، بس انت عارف ان هو ايه على الربع الاول من المنهج. قعدت ساعه من مع التعبير، مشكله النحو بقى. النحو ده انتوا بصراحه ما بتذاكروهوش، انتوا بتحلوا على طول يعني. بص الطالب ايه، يلا نحل لي تدريبين بقى. ايوه، طب ما انت ما ذاكرتش نحو، انت ما راجعتش قواعد. في قواعد كتيره انت لازم تكون مراجعها ولازم تكون كويس قوي قاريها وحافظها، لان النحو محتاج مذاكره وفي قواعد محتاجه حفظ. يعني بالله عليكم، ما اقول لك حكم اسم التفضيل او حاله اسم التفضيل او صوره المختص او حكم حذف الفعل في المغرى به او نوع المفعول المطلق او شروط عمل، ايه ده استاذ؟ ده انت كل اللي انت قلت ده انا نسيه اهو، شفت بقى؟ او معظمه نسيه. امتى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ ايه هي الجمل اللي لها محل من الاعراب واللي ملهاش محل من الاعراب؟ يا جماعه الكلام ده مش عايز فهم، الكلام ده عايز حفظ. حفظ انك انت تمسك القواعد وتحفظها وتسمعها. ده في الرياضه وفي الفيزياء وفي الحاجات العلميه، لو مش حافظ القانون مش هتعرف تحل المساله. فانتوا يا جماعه بتشتكوا من النحو وانتوا ما بتذاكروش اصلا. استاذ اصلا طب هذاكره منين؟ اصل قواعده كتير ورخمه وبتاع. برضو ان شاء الله رب العالمين هديك الاداه اللي تنظم لك معلوماتك. هتلاقي برضو باذن الله غير الاربع امتحانات والاربع مواضيع تعبير هتلاقي مذكره مع كل ده ان شاء الله في فولدر واحد كده، او ينزلوا الامتحانات ممكن امتحان بامتحان. يعني اللي انت هتلاقيه على طول ان شاء الله ال100 معلومه دول هتلاقيهم على طول هو والامتحان الاولاني، وبعد كده ابقى اكمل الايه الامتحانات. اللهم الا اذا اكتملت الامتحانات كلها على بعضها. المهم يا شباب ان احنا هنلاقي مع بعض كده ال 100 مذكره فيها 100 معلومه. انا معامل لك النحو ورا بعضه 100 قاعده ورا بعضها، بحيث انك انت المنهج كله في ال 100 قاعده دول. لو انت حفظت ال 100 قاعده دول، مش كتير على فكره، في قواعد بسيطه خالص يعني قاعده سطر يعني، فما تخافش مش 100 قاعده، لا انت يعني تتخض ولا حاجه، بالعكس ده 100 معلومه يعني واخدين صفحات بسيطه. انت كل يوم بقى هتذاكر ايه؟ بص يا استاذ، مش انت مقسم المنهج اربع اجزاء؟ اهو يا سيدي، من 1 ل 25، من المعلومه 1 للمعلومه 25. والله ما نزلتش المذكره، ما عرفتش تحصل عليها، قدامك انت وحدات النحو. قسم وحدات النحو، وانت عارف ان الوحده اللي هي بتاعه الممنوع من الصرف ديت ملغيه، فانت هتقسم وحدات النحو بحيث انك انت تقدر تذاكر وحده ونص وحدتين. بس انا افضل طريقه ال100 معلومه، عشان طريقه ال100 معلومه مرتبه مش سايبه حاجه ان شاء الله رب العالمين. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبقى اذا يا شباب ايه الادوات اللي هنشتغل بيها؟ اولا الاربع موضوعات تعبير، الاربع امتحانات على الاجزاء الاربعه بتوع المنهج، بالاضافه الى مذكره ال100 معلومه بتوع الايه يا شباب بتوع النحو. طب والبلاغه يا استاذ؟ بص
البلاغة انت عندك، انا حالل على الموقع الى الان 20 تدريب بلاغة، من الممكن جدا انك انت تكتفي بخمسة، تسمع مني خمس تدريبات كده تحلهم، واذا كنت حلتهم قبل كده تراجعهم او تحل اي خمسة وتشوف نموذج الاجابة بتاعهم سواء من نموذج عندي او نموذج عندي غيري. اذا البلاغة تحل خمس تدريبات في مدة نصف ساعة، انت عارف البلاغة بسيطة وما تبالغش الامور، عشان انت كده لو جمعت، تعالى نجمع بقى الساعات اللي انت ذكرتها دي، ربنا يكرمك بس يقدرك، ادي 1 2 3 4 5 6 7 ونص 8 ونص 9 ونص 10 ساعات انت ذاكرت، الحمد لله يا رب يعينك ان شاء الله رب العالمين ويقدرك ان انت ذاكرت كده 10 ساعات. طيب ال 10 ساعات دول اجيبهم امتى يا استاذ بقى؟ من بالليل للصبح ولا من الصبح؟ بص انا ما افضلش السهر قوي، يعني عشان الايام دي احنا قلنا عايزين نعود نفسنا بقى في الاسبوع الاخير، ساعه البيولوجيه تظبط بقى ان انا في وقت من 9 ل 12 ده ابقى صاحي ما بقاش نايم، فالناس اللي متعوده على السهر بلاش تبدا تخفف بقى من مساله السهر ديت، يعني على الساعه 11 بالكتير تكون نايم 12 تقوم لي على الفجر. حلو قوي، تمام، 4 5 ساعات نوم ربنا يبارك لك فيهم بس ان شاء الله، وتقوم على الفجر. انت لو من الساعه 5 مثلا خد لك بقى 10 ساعات مثلا لغايه الساعه 2 3 كده وقاعد تذاكر والحمد لله ربنا يكرمك بس، والحاجات دي بتخلصها والمهمه دي بتخلصها وبتحل عليهم وبتحاول قدر الامكان تلتزم بالوقت اللي انا مديهولك، تمام قوي. بعد الساعه 3 اتغدى كده وريح دماغك كده وايه ونام لك ساعه ولا ساعتين كمان، وقوم بقى امتحن. ما هو انت خلصت ال 10 ساعات بتوع المذاكره، كانك انت قاسم اليوم على 2، الجزء الاولاني منه مذاكره وتتوج اليوم في النهايه بالامتحان، انك تقعد بالظبط زي امتحان ثانويه عامه بقول لك، وتقعد 3 ساعات وتبدا تمتحن الايه الامتحان اللي انا منزله معاك اللي هو الامتحان على الربع الاول، وتبدا تشوف نموذج الاجابه سواء نموذج الاجابه نزلته في نفس اليوم او نزلته بعدها بيوم، المهم ان انت تحاول تعمل امتحانك بس وخلصه، وشوف انت عملت فيه ايه، سواء جاوبت مني او جاوبت من الكتاب او جاوبت من اي مصدر، ان شاء الله رب العالمين. يبقى انت ختمت يومك كده ب 13 ساعه تقريبا، 10 ساعات مذاكره وعملت فاصل كده في الوسط وريحت دماغك، وقمت ربنا يكرمك تمتحن عشان تشوف نفسك بقى تظبط نفسك في الوقت وما تقعش في مشكله الوقت ومشكله الاختصار ومشكله الكلام ده كله، تشوف بقى ان شاء الله رب العالمين يكرمك. عارف لو انت اول يوم اتقنته كده وعملته خلاص اللي جاي كله شبه بعضه بقى، يعني الجدول بص اليوم الثاني اهو نفس القصه برضه اهو، نظره المساء، ادب الرومانسيه، القصه القصيره، العلم في الاسلام، السكان، نفس الموضوع بقى مش محتاج كلام بقى خلاص. يبقى التعبير اهو ها التعليم الفني، يعني يمكن برضو الموضوع التاني اللي مهم شويه هو موضوع التعليم الفني وتشجيع الصناعه المصريه وغيره، فده تقرا فيه. استاذ هو دول اللي هيجوا في الامتحان؟ معرفش والله ما اعرف، والله ما اعرف، انا بقول لك دي موضوعات مهمه، يعني اكاد ازعم ان هي الموضوعات، انا لو احط امتحان ثانويه عامه هجيب موضوع من الموضوعات الاربعه اللي انا اخترتهم، انا كنفسي اخترتهم، تمام؟ لكن حتى لو ما جوش صدقني انا حاطط لك موضوع في الاخر كده، بص انا حاطط لك موضوع في الاخر كده اسمه ايه؟ اسمه الاصلاح الموضوع ده يا جماعه، الموضوع ده تقريبا هو شامل كل المواضيع اللي ممكن تيجي، يعني لو جاب لك في البطاله، جاب لك في الارهاب، جاب لك في السياحه، جاب لك في المراه، جاب لك في الطفوله، جاب لك في الاخلاق، جاب لك في كل حاجه، هو مبني تحت او تحت بند الاصلاح والتنميه. فانا لما اثرت بعض الموضوعات اللي ممكن تيجي حتى لو ما جاتش الموضوعات دي، صدقني المعلومات اللي انت اكتسبتها وذكرتها في الاربع موضوعات دولت ان شاء الله رب العالمين ممكن تستثمر هذه الموضوعات وتستثمر هذه المعلومات يعني في الموضوعات الايه شباب اخرى. يبقى اذا الشباب شفنا يبقى احنا هو ده سياسه التقسيمه بتاعتنا، انها الربع الاول السبت، الربع الثاني يوم الحد، الربع الثالث من المنهج الاثنين والثلاث وهكذا، وفي كل مره بحل نحو بحل بلاغه، البلاغه من العشرين تدريب بتوع كتاب الامتحان او اي تدريبات اخرى انت عايز تحلها، بس يكون لها اجابه وتطلع على الاجابه وتشوف الاجابه بتاعتها ازاي عشان تعرف تجاوب، ما انت في اخر اليوم قلت دايما عندك ايه؟ عندك امتحان ان شاء الله رب العالمين. طب بعد الاربع ايام دول ما يخلصوا يا استاذ، بعد الاربع ايام دول ما نخلص قدامنا الاربع والخميس والجمعه، سيبك من السبت انت هتمتحن لحد ان شاء الله الرحمن الرحيم، سيبك من السبت، قلت الاربع والخميس والايه والجمعه. بص الثلاث ايام دولت مش عايزك تعمل فيهم حاجه غير انك انت بتمتحن شامل، تقوم من النوم الصبح تجيب اي امتحان عشوائي من غير ما تذاكر، انا بقوله تاني من غير ما تذاكر، انت مش هترجع تذاكر المنهج كله تاني وتضيع الوقت، لان في طالب بيقول لك ايه لا انا مش هحل لما اخلص مذاكره، يبقى عمرك ما هتحل لان عمرك ما هتخلص مذاكره، لان كل ما هتخلص مذاكره هتحس ان لسه في حاجه، دايما تذاكر 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 وتلاقي ما فيش وقت للحل. فعشان كده بقول لك تعمل ايه، اول ما تقوم من النوم كده صباح الخير امتحان شامل، تقوم حاطه قصادك خليهم بقى من النوم على كده، ها يلا يا نهار اسود ده الحته دي نسيتها، يا لهوي ده الحته دي مش عارف هو ده عادي ما تقلقش، بص هيحصل الكلام ده كله، تقوم تعمل ايه؟ من الامتحان ده حل وانت قاعد عارف يعني زعلان انك انت، بس هتكتشف اخطائك. تقوم تعمل ايه بقى؟
الامتحان عرفت الثغرات اللي عندك، عرفت الحتت اللي انت مش فاكرها كويس قوي، عادي قوم ماسكها دي مذاكرها النهارده. يبقى النهارده تمتحن تكتشف ثغرات تذاكر، تمتحن تكتشف ثغرات تذاكر. ليه انا سبقت الامتحان؟ عشان ما ترجعش تذاكر تاني اللي مذاكره. ما هو انت قدامك 3 ايام هبص الاقيك تاني بتذاكر غربه وحنين تاني وقيم انسانيه تاني، وخلاص يعني زمانهم كان يقول لك يا عم كفايه. فلذلك انا بقول لك ما تذاكرش الاول، تحل عشان تكتشف ثغراتك وتكتشف فين الحتت المنسيه وفين الاخطاء، هي دي بقى اللي تذاكرها بقيه اليوم. يعني هنعكس اليوم في الثلاث ايام الاخيره اللي هم الاربع والخميس والجمعه، احنا هنعكس. كنا في الاول بنذاكر وبعدين نحل، صح؟ لا، في الثلاث ايام بقى اللي هم دولت اللي فاضلين قلت لك الاربع والخميس والجمعه، هتحل الاول تكتشف ثغرات تذاكر، عشان ما تذاكرش كده عشوائي وخلاص. وان شاء الرحمن الرحيم يوم السبت بقى هتعمل ايه؟ ليله الامتحان هتعمل ايه؟ يوم السبت هتتصفح المنهج بهدوء شديد جدا، وهتحس انك ناسي كل حاجه عادي، هتحس انك انت كل حاجه عادي، هتحس انك انت بكره ناس نازله من المريخ عشان تمتحنك برضو عادي، مفيش مشكله، هنتعامل مع الكائنات الفضائيه اللي نازله مع المريخ، وهنعمل ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله رب العالمين. بص انا عايزك اليوم ده بجد تكون فرحان، تكون مزاجك حلو، تكون مبسوط، اخرج اتمشى. نعم يا استاذ، يوم امتحان قبل امتحان ثانويه عامه اخرج اتمشى. اخرج اتمشى وشم هوا وخلي نفسيتك حلوه، خلاص اصل مش اليوم ده يا جماعه اللي هو هكسر في الدنيا، انا بالعكس ده انا عايزك تهدى كده وما ترهقش نفسك عشان بكره انت عندك المهمه الكبيره. ايوه، ما انت اتدربت خلاص. الاولاد بيفكروا ان اليوم ده هو الفيصل، يبقى لازم بقى اموت نفسي، لازم بقى اراجع المنهج كله من الاول، لازم اسمعه كلمه كلمه، وتلاقي شد اعصابه ويرهق جسمه في حين ان هو بكره عنده ماتش كبير، ماتش كبير قوي. يا جماعه المدرب لما بيجي يدرب اللعيبه بتاعته قبل الماتش بيوم بيحاول ان هو يريحهم علشان ما يرهقهمش، عشان هم عندهم ماتش بعدها بيوم. فاذا شباب خليكوا كده ايه، خليكوا اذكياء ووزعوا طاقتكم ومجهودكم. يبقى النصيحه انك انت تكون هادي جدا، ها، عايزك تتصفح المنهج. يعني ايه تتصفح المنهج؟ تمسك كده المذكره كده لما يجي لك مزاج كده تقوم الحته دي تمام، ما تحلش اسئله الا تقرا اسئله ماشي لو انت اعصابك جامده شويه، لكن ما تجيش تحط الامتحان بقى وتجرب الامتحان. اولياء الامور يا جماعه ما يجيش قبل الامتحان بيوم يقول له خد امتحان للامتحان ده وشوف نموذج الاجابه، يا لهوي انت ما جاوبتش نموذج الاجابه، ما ينفعش كده الكلام ده خالص. لان الطالب هيبقى مهيئ ليه، هو متصور انه ناسي، هو متصور ان هو هيغلط. فجماعه ممنوع منعا باتا ان احنا نمتحن في هذا اليوم، يبقى نوفر طاقتنا، نتصفح المنهج بمزاج. عايز تتفرج على البرامج التعليميه اللي بتيجي في التلفزيون، مفيش مشكله، في التلفزيون الرسمي بتاع الدوله او بعض القنوات المحترمه اللي بتقدم برامج تعليميه محترمه، مفيش اي مشكله خالص. مش عايزك بقى كل شويه ها الاستاذ الفلاني توقع ايه، ها الاستاذ العلاني توقع ايه، ده العيال الفلانيه مش عارف بكره هيغشوا بالموبايل، ده مش الكلام ده كله يا جماعه. نقي دماغك من الكلام ده كله، الكلام ده كله تداخل مهمه، بلاش ده كله من طاقتك. على فكره كل الكلام ده حرق طاقه، ده هيغشوا، ده الموبايل، ده فلان عمل، ده فلان اشترى اللجنه، ده فلان مش عارف ايه، الكلام ده كله انا مش عايزك تسمعه خالص. اقفل دماغك عن الهكس ده كله واقعد، انت وراك مهمه، ربنا يكرمك. ادعي يا اخي، ادعي يا اخي، يا على الدعاء في اليوم ده، امن يجيب المضطر اذا دعاه. يا جماعه ادعوا، ادعي كده واقعد ما بين الاذان والاقامه كده، تعرف ان دي من اوقات شريفه لاستجابه الدعاء، ما بين الاذان والاقامه تدعي، ساعه سجودك تدعي، مثلا قبل الفجر بساعه كده وانت رايح الامتحان ساعه السحر دي تدعي. ايوه، ان لربكم نفحات فتعرضوا لها، فنفحات رب. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على اوقات استجابه الدعاء، وقد ايه الدعاء ده يا جماعه بيهدي الاعصاب. ما هو انا مش هبقى مع ربنا واعصابها تشد، مش هقول يا رب وهلاقي اعصابي تشد، مش هفتكر الا بذكر الله تطمئن القلوب واعصابها تشد، مش هفتكر قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا واعصابي. يا جماعه ما تخافش، قول يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل. الايه بتقول ايه لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فانقلبوا بنعمه من الله وفضل ولم يمسسهم سوء. بص، انقلبوا بنعمه، مش نعمه بس، ده فضل كمان. النعمه انك تحل، الفضل انك تحل كويس قوي كمان. يبقى النعمه والفضل اكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل. ايوه، انا بقول لك اليوم ده يوم دعاء، اليوم ده يوم ابتهال لله سبحانه وتعالى، ان ربنا يذكرك ما نسيت ويعلمك ما جهلت ويبعدك عن التوهه وعن عن الاجابات الخطا وعن فهم السؤال الخطا وعن المراقبين الرخمة. ادعي مش وانت خارج كده تقول كده بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده؟ قال لنا لو الواحد طلع من البيت يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يقال يقول له الملك ايه؟ هديت، ها،
وكفيت وتنحى عنه الشيطان. ثلاث حاجات اهو. هديت، هديت يا اخي الاجابه الصح عشان اختياري ما بين الاقواس. كفيت، كفيت شر الاسئله واللف والدوران ونسيان سؤال، وتنحى عنه الشيطان، وتنحى عنه المراقبان بقى. انا كده ايه بفرفشكم كده عشان تاخدوا الموضوع فرفشه كده يا شباب. فمن يتوكل على الله فهو حسبه. يا شباب اقول تاني، اليوم اللي قبل الامتحان ده يوم تضرع، يوم دعاء، يوم ابتهال، يوم تسبيح، يوم مذاكره برضو بس تصفح للمنهج. اقوم شويه اتصفح المنهج، احس دي الحته دي ناسيها، اقول يا رب طب وليله الامتحان يا استاذ هعمل ايه ليله الامتحان؟ هتنام ليلة الامتحان؟ والله العظيم ما هتعمل حاجة غير تنام. اوعى توصل، اوعى تواصل، اوعى تواصله. انا بقوله يا جماعة ليلة الامتحان انت لو وصلت هتلاقي نفسك طول الليل بقى ايه، ما انت عندك امتحان بكرة بقى فعايز تلم بقى، هتبقى زي الفل طول الليل. طبعا انت عارف انت بتمتحن في شهر 6 يعني الدنيا حر، تقوم بقى الصبح تبص، مش تقوم انت لسه سهران بقى، تروح الامتحان بقى وانت ايه تبص تلاقي الشمس والدنيا حر بقى، تلاقيك دماغك دي دايخة، تلاقيك عامل زي اللي عنده يعني انا اسف في التعبير والعياذ بالله عنده شلل فكري، شلل مش عارف، انت عارف الاجابه ومش عارف تكتبها. والله العظيم الطلاب انا بقول الكلام ده من مواقف حصلت، تبقى عارف الاجابه ومش عارف تكتبها، او بتبقى السؤال بيقول حاجه وانت بتقول حاجه تانية. كل ده بسبب السهر. من اكبر اعدائك ومن اكبر الاخطاء انك تروح الامتحان مواصل. والناس بقى اللي بتشرب لي شوب قهوه قد كده ومش عارف نسكافيه قد كده، ده بتوصل بعد الناس بيجيبوا حبوب من الاجزخانه عشان المنبهات. الكلام ده كله من اخطر ما يمكن يا جماعه، اوعوا تعملوا كده. بصوا انتوا في مهمه الغلطه فيها بقى يعني مش لا تتدارك. يعني انا الاخطاء اللي قبل كده كنت اقول لك ما يهمكش اخطا ان شاء الله ربنا يسهل هنعملها لك، لكن دلوقتي ما عادش في تدارك للموضوع. انت لو غلطت غلطه هتدفع ثمنها طول عمرك. فيا جماعه السهر اوعى تسهر، ليله الامتحان هتنام. حتى لو بصوا هقول لك انا ما بيجينيش نوم يا استاذ، انا ما بيجينيش نوم ليله الامتحان. اقول لك تعمل ايه؟ قوم صل، قوم ادعي، استغفر ربنا، سبح، اسمع قران، اقرا قران. استاذ طب انا برضو مش جايني نوم، اطفي النور وغمض عينيك. عارف مش مهم تنام، عارف كونك طفيت النور بس وغمضت عينيك انت نقلت الجسم الحالة هو عايزها. حتى لو مش هتنام، بقولك حتى لو مش هتنام هتلاقي نفسك بدأت تهدى كده نفسيتك كده وتستسلم لله سبحانه وتعالى كده، وتقول سيبها لله بقى وربنا ان شاء الله يكرمنا وان شاء الله هتروح في النوم صدقني. ولو ما رحتش في النوم خالص ادعي الدعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فاكر الرجل اللي راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم الارق، وقال له يا رسول الله ارقت الليله، قال له اعلمك كلمات تقولها وتنام؟ قال نعم يا رسول الله. قال له فيما معنى يعني الحوار يعني، قال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وانت حي قيوم لا تاخذك سنه ولا نوم، اللهم اهدي ليلي وانم عيني. اقول الدعاء تاني، اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، اللهم اهد ليلي وأنم عيني. كرر الدعاء لغاية ما تنام إن شاء الله. والله لو نفسيتك كده مستسلمة لله لهتلاقي ربنا كرمك ونمت. وما ما أحلى وما أجمل الساعتين ثلاثة اللي هتنامهم دول قبل الامتحان. اهم ساعتين ثلاثه في حياتك ممكن تنامهم. بقول لك ساعتين ثلاثه، شوف انا عارف ان انت ممكن تشد وتفضل مثلا لغايه الساعه 2 3 بالليل صاحي مشدود، بس ما تذاكرش، ما تفضلش بقى كل شويه تقوم ايه طفيت النور وفتح وبعدين افتكرت معلومه تقوم جاري زي العفريت اللي امن على السرير رايح فاتح المذكره تاني. اصلا صراحه بيشوف العجب بالطلاب والله. فعادي هي حاله عادي، هتفضل تعملها مره واتنين بس خلاص بقى، تستهدى بالله كده وتايه تصلي على النبي كده بقى وتايه، وزي ما قلت لك نام وربنا هيكرمك ان شاء الله. لو ساعتين ثلاثه بس قبل الامتحان المهم تفصل اليومين عن بعض وتروح الامتحان كده وربنا هيكرمك ان شاء الله. والله باذن الله هتلاقوا الامتحان من اللي انتوا ذاكرتوه يا جماعه واللي انتوا حلتوه. ما يعني انتوا هتطلعوا تقولوا لا احنا كنا ليه مكبرين الموضوع كده. والله ان شاء الله ربنا يكرمكم، والله باذن الله ربنا يكرمكم يا شباب، وربنا كريم يا شباب. ادعوا بس كده، واحلى حاجه في الموضوع ده انك تطلع بربنا. يعني انت لما تقع في مأزق زي كده تقول يا رب يا رب يا رب، وتلاقي ربنا كرمك، هتبص تلاقي بتحب ربنا قوي انه يقف جنبك في الشده. يعني ما تقولش بقى ده انا شفت بقى الاستاذ الفلان قال، قبل ما تقول الاستاذ فلان قال قول الحمد لله انه وفقك ووفق الاستاذ اللي قال. فيا جماعه ما نبقاش اول حاجه طالعين نشكر الناس قبل ما نشكر ربنا اللي وفقنا وادانا الصحه والعافيه وفكر
قررنا ان احنا نحل علشان ربنا شكور، ربنا سبحانه وتعالى شكور، ولئن شكرتم ها لازيدنكم. فدي يا شباب كان يعني بعض النصائح كده، معلش انا استطردت فيها شويه، لكن انا بحس ان هو كلام مهم جدا. فتعالوا نلخص بقى الاخطاء دي لو سمحت قدامنا. هيت عدم وجود خطه للمذاكره دي خطيره جدا، البطء الشديد في المذاكره والرجوع دائما للخلف والشك الدائم في الاجابه، اهمال التعبير، دي اخطاء يا جماعه ما بنبعد عنها خالص. المذاكره من مصادر خطا، اوعى يا جماعه المصادر الغلط اللي انا قلت عليها قبل كده، ذاكر من كتاب المدرسه، امتحانات ثانويه عامه، دليل التقويم، الكتاب الخارجي الملتزم بده. فشوف انا بقول لك اهو الشروط ديت هم الاربعه دولت لو سمحت. كمان ترك اجزاء من المنهج اعتمادا على التوقعات او بحجه انها جاءت العام الماضي، الحته دي برضو نقطه في منتهى الخطوره. يا جماعه مفيش حاجه اسمها جت السنه اللي فاتت فمش هتيجي تاني. يا جماعه الكلام ده غلط، انت لو بصيت في امتحانات ثانويه عامه هتلاقيها بتتكرر اصلا، هتلاقي الموضوع بيتكرر، ده اقسم بالله بيكرر اسئله مش بيكرر موضوعات. يعني قبل كده قال له مضاد اكبت ومرادف هلا، اللي بعدها على طول مضاد اكبت ومرادف هلا. شوف امتحانات ثانويه عامه شيء خير شاهد وخير دليل، ففيش حاجه اسمها سيب جزء من المنهج يا جماعه. السهر والمنبهات اتكلمنا فيها، تاجيل اشياء مهمه، تفضل بقى ماجل لي بقى الاشياء المهمه للاخر، وتيجي الاخر ده اصلا انت بتبدا يعني اعصابك تتشد شويه وتبدا التحصيل الدراسي يقل، فتبص تلاقي نفسك مش عارف تلمها. لا طبعا امشي على الجدول، بس انا قلت لك الجدول ده انا حاطط فيه الاولويات اللي انت لازم تذاكرها في الايه في الاول. عندك بقى الغش، من دول في اخطاء بقى جوه اللجنه وفي ورقه الامتحان. يا جماعه الغش بينقص مش بيزود، والغش حرام، وانا بوصلها رساله. وشوف عامل ربنا ما تعملش حد تاني، اسم لو كل الدنيا بتغش حواليك يا اخي، لو كل الدنيا بتغش حواليك يا اخي، شوف كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبص عليك وانت في اللجنه كده وشاف كلهم بيغشوا وانت ما رضيتش تغش. يا استاذ ده مستقبلي، ده هيسبقوني. والله ما هيسبقوك، ولو سبقوك في ثانويه عامه في الكليه والله ما هيسبقوك في الحياه، ولو سبقوك في الحياه والله ما هيسبقوك في الاخره. فيا جماعه خليك صاحب مبدا بس، ما هو مش هتبان معدنك الاصيل الا لما بتتحط في المشكله وشوفك ربنا هتعمل ايه. فالغش يا شباب الغش حرام، بكل غش بالموبايل، غش من اللي جنبي، غش بالورق، كل انواع الغش يا جماعه حرام، سواء اللي بيغش او اللي بيغشش. اللي بيغش ده ما بيعملش خير على فكره، اللي بيغشش ده بيخدع، بيخدع المصحح، بيخدع الدوله، وبيدي معلومات مش من حق التاني ياخدها. عدم مراعاه الوقت، ودي نقطه خطيره جدا يا شباب. انتوا ساعات بتبقى عندكم سؤالين، سؤال اختياري وسؤال، يعني مثلا في القصه سؤالين، في القراءه سؤالين، وناس كتير جدا بتسال استاذ وانا احل الاثنين؟ دي بقى اجاوب عليها بقى انتبهوا بقى معايا لو سمحت. بص انت الاول ورقه الامتحان، التعامل مع ورقه الامتحان، انت بتحط قدامك ورقه امتحان بتقراها عادي جدا، تقراها ممكن تقراها كلها على بعضها، وممكن تقرا السؤال الاولاني اللي انت فرحان بيه انك انت لقيته وانت عارفه تبدا تجاوب عشان تاخد الثقه شويه. التعبير احله في الاول، انا ما بفضلش تحل التعبير في الاول. ليه؟ انا بفضل تحل اللي انت متدرب عليه وبتحفظه طول السنه الاول. بمعنى يعني لو سال في القصه من الجزء الاول جه ومزاجي حلو وانا عارفه كده وايه وهجاوبه تمام، يعني اكيد انا متقنه اكتر من موضوع تعبير لسه هقلب فيه. فانا عايزك تحل الحاجات اللي تديك ثقه، دي نصيحه. انما اذا كنت انت عايز تحل التعبير في الاول لا مانع، ده مجرد نصيحه واقتراح. طب ما في سؤال تاني في القصه احله؟ لا سيبه. ليه يا استاذ؟ ما هو مش نحله عشان لو طلع حاجه سؤال في الاول غلط. يعني صحيح لو الجزء الاولاني مثلا او السؤال الاولاني في القصه طلعت فيه خطا وانت حليت السؤال الثاني، السؤال الثاني ما فيهوش خطا بياخد اعلى درجه، دي حقيقه. او استاذ طب ما انا احلهم بقى؟ لا اصبر بس، انت حليت السؤال في الاول في القصه خلاص تمام، روح للقراءه. ها في سؤالين بتختار منهم سؤال، موضوعين، شوف الموضوع الاقرب الى قلبك، ومش شرط بقى جه قيم انسانيه وما احله. يا جماعه انت ممكن يجي لك قيم انسانيه مثلا وسقط القناع وانت بتكرهه، سقط معظمكم ما بيحبش الدرس ده يعني، وتلاقي اسئله سقط القناع مضمونه واسهل من قيم انسانيه. ايه رايك بقى؟ ياما اولاد كتير حرصوا جدا على قيم انسانيه، اصل هو مذاكره في الاول واصل هو درس عارفه، ولما طلع من اللجنه بس اخطا ولا اتنين ومحل سقط القناع، وكان سقط القناع سهل جدا وكلام بسيط جدا. فجماعه الموضوع مش موضوع مين اللي جه في الاول ولا جه في الاخر، الموضوع موضوع طبيعه الاسئله، والطالب الذكي بيفهم السؤال ده لا ملفوف، السؤال ده هيوقعني، فالطالب بياخد قرار بسرعه. طبعا ما اقعدش بقى ربع ساعه افكر اخد السؤال انهون، فحليت السؤال، اخترت سؤال قراءه، سيب السؤال الثاني كده. انت سايب سؤالين، سؤالين اختياري اصلا مش حاسب عليهم، بس سايبهم للاخر، للاخر ان فضل وقت هنحلهم. اكيد انت توقعت ان انا عايز اعمل كده. طب وتروح للنصوص، طبعا تلاقي سؤال الادب، سؤال البلاغه، دول كله اجباري طبعا. نيجي لسؤال النصوص، بيجي سؤال النثر اجباري، استغراق او نظره زي ما انت عارف، سؤال النثر اجباري، ويجي بعدهم بقى ايه؟ ها سؤالين قصيدتين، يعني قصيده شعر مثلا كم تشتكي وغربه وحنين مش عارف ايه. طيب اختار برضه نص واحد واسيب، يبقى انا كده سايب ثلاث اسئله، سايب سؤال قصه وسايب سؤال قراءه وسايب سؤال النصوص، الثلاثه اللي هم ثلاث اسئله اختياري، واخش للنحو. خلصت النحو على مهلي وبالراحه، امسك التعبير اكتبه واش يعني اكتبه بمزاج،
بمزاج وعلى ميلي ومش متسرع، خلصت التعبير وخلصت كل حاجة وببص في الوقت، فاضل نص ساعة، فاضل ساعة إلا ربع، تمام، أمسك بقى التلات أسئلة مش مشكلة حلهم في الآخر، مش مشكلة خالص، مش شرط بالترتيب، وما تسيبليش صفحات بقى بيضة وبتاع، عشان إيه ساعات بتسيبوا صفحات وأبص ألاقي المصحح مش متايه في إجابتك ويلاقي صفحة بيضة وصفحة مكتوبة، لا خالص اكتبهم في الآخر خالص، ما عنديش أي مشكلة، وعلى فكرة التعبير ممكن تكتبه في الأول في أول الكراسة يعني، ممكن تكتبه في نص الكراسة، ممكن تكتبه في الآخر، المهم بس تكتب عنوانه واضح، أولاً التعبير أو التعبير وخلاص على كده، تمام يا شباب؟ يبقى إذن يا شباب ده نظام الورقة، إن أنا في الآخر لو فضل وقت احل الثلاث اسئله اللي هم عندي، لان ساعات الامتحان بيبقى طويل واجاباته طويله، وطلبه تعمل ايه؟ تمسك لي بقى التعبير ويكتب فيه مزاج، ومسك لي بقى مثلا السؤال الاول في القصه والسؤال الثاني مع انه مش مطلوب الثاني، السؤال برده القراءه ويحل السؤالين، يجي عند النحو فاضل خمس دقائق وما خلصش النحو، يا نهار ابيض يا نهار، 20 درجه نحو، 20 درجه نحو عشان تحل لي اسئله اختياري مش عليك. فيا جماعه اوعوا تقعوا في الخطا ده بالله عليكم، اوعوا، لازم وده بقى اللي هيعالجوا ايه؟ عارف الامتحانات الاربعه اللي انت هتمتحنهم في الاول، والامتحانات الشامله اللي انت طول الاسبوع بتمتحنها عشان تتجنب كل هذه الاخطاء، لان انت ممكن في الاول وانت بتكتب موضوع تعبير تلاقيك بتقعد في موضوع تعبير ثلاث ساعات وانت في البيت بتتدرب يعني قبل الامتحان في الاسبوع الاخير، ممكن تلاقي موضوع التعبير خد منك وقت طويل، لكن في الامتحان الثاني او الثالث تبدا الموضوع تتظبط والوقت ايه؟ يتظبط. فشباب لو سمحتم دي تنبيهات ونصائح في غاية الأهمية عشان ما تضيعوش مجهودكم، ربنا يكرمكم إن شاء الله ويحافظ عليه إن شاء الله بإذن الله. فدي مراعاة الإيه يا شباب؟ مراعاة الوقت. برضو من ضمن مراعاة الوقت يا شباب إن لما قابل سؤال مش عارفه، أنا قابلت سؤال أنا مش عارفه، طلبة كتير بقى يعني بيتصرفوا تصرف منطلق الخطأ، يعني يعمل إيه؟ يفضل واقف قدام السؤال مش عايز يتنقل للنقطة اللي بعدها إلا لما يفتكر السؤال ده، راسه ألف إنه يفتكر المعلومة دي. طبعا ده يا جماعة يعني ده خطأ، السؤال اللي انت واقف قصاده ده بكام درجة يعني؟ بكام درجة يعني؟ بدرجتين درجة؟ طب انت سايب كام درجة بقى؟ فبص لإيه عمال ويقرط في ضفره ويبص للي جنبه، يا فلان ويا علان، يا عم السؤال اللي انت ناسيه اللي انت مش عارفه ده يعني أو ناسي إجابته سيبه، بس اوعى تنساه كله، سيبه بس خلاص، واتنقل للنقطة اللي بعديه وابدأ حل وبهدوء كده، خليك كده إيه هادي كده وتقيل كده يعني، عارف وانت بتحل اللي بعديه؟ اقسم بالله يا ما حصل دي مع الطلاب، يقول لك هو سايب السؤال ونسيه خالص، وحاول فيه كذا مره ما افتكر السؤال اللي سايبه، وبيحل في سؤال تاني يقول لك ايوه افتكرته، ويروح راجع للسؤال الاولاني يقوم ايه ويقوم حله. فشفت بقى لما انت بعدت شويه التركيز عنه فالذاكره جابته، ففي حاجات كده لا اراديه كده سبحان الله، ربنا يهدينا وان شاء الله يذكرنا ما نسينا، ففي حاجات كده بتشتغل لوحدها يعني، فسيبها لله كده، وده توفيق ربنا سبحانه وتعالى بقى ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. فاذا دي من ضمن اسباب اضاعه الوقت، الوقوف امام الجزئيات اللي انا مش عارفها طويلا وترك اسئله كبيره، فده طبعا ممكن يضيع جدا في حكايه الوقت دي. برضه يا جماعه من ضمن الحاجات اللي بتضيع الوقت في اللجنه هي الاطاله في الاجابه اكثر من لازم. في طلبه مخلصين قوي يوم جه مثلا سؤال في قصه الايام مثلا عايز يحكي له الفصل كله مش عايز يسيب ولا كلمه، وهو مش مطلوب كده، تيجي تقول لي في الاخر اصل الوقت ما كفاش. لا يا جماعه خلي بالك بقى، حكايه انك هتطلع تعلق ان الوقت ما كفاش، لا يا حلو، اللي بيحط الامتحان ده خبراء وبيجربوه وعارفين الوقت كويس قوي وعارفين حجم الاجابه قد ايه وعارفين الوقت اللي بيحتاجه الانسان للتذكر قد ايه، ده امتحان بيتحط على مستوى الجمهوريه ومش بيحطه واحد ولا اتنين، ده بيحطه لجنه خبراء. فاذا يا شباب ما تجيش تقول لي الوقت اصل الوقت ما كفاش واصل الاسئله كانت طويله والاجابات طويله وتبدا ترمي اللوم عليهم، لا لا، وانا عارف انا بقول لك ايه. فإذا الإجابة يا شباب تكون على الأد، لا مختصرة مخلة ولا طويلة مملة تضيع الوقت. فإذا يا شباب نخلي بالنا من حكاية الوقت ديت، يمكن أكتر حاجة أنا اتكلمت فيها الوقت، لأنها طبعا يعني خطأ قاتل، ربنا ينجينا إن شاء الله من خطأ الوقت ده. برضو العكس بقى، أبص لقي طلبة يقول لي أستاذ أنا خلصت الامتحان كله في ساعة إلا ربع، ده مش عارف يعني، أنا أشك إنك أنت مكفيه حقه يعني، ساعة الا ربع يعني امتحان محطوطه ثلاث ساعات انت مخلصه في اقل من تلك الوقت، فطبعا يعني عارف ساعة الا ربع ديت لا، انت لازم بقى يبقى انت مختصر، يبقى انت سايب حاجة ناسي حاجة، اللهم الا اذا كنت بقى طالب فذ يعني ولا طالبة بقى مالكيش حل بقى يعني سوبر طالبة بقى يعني. فده بقى ما اعرفش انت برضو لما تيجي تقول لي كده انا مش عايز احكم عليك، برضو انا عايز اشوف الورقة، ما جايز انت ربنا مديك السرعه ديت سبحان الله وربنا مديك القدره ديت وعملت يا سيدي في ساعه لربع، لكن يعني المتوسط ان مفيش حد بيخلص اقل من نص الوقت يا جماعه، فده خلي بالنا منه. حكايه الوقت ديت اهو الاختصار او التطويل في الاجابه قلناها، عدم النظام والخط السيء. يا شباب بالله عليكم يا جماعه، ورقه الامتحان ديت يعني هي مستقبلك، يعني انت اللي بيفضل منك كله في الاخر ورقه
اللي بيفضل من سعادتك ومن سعادتك ورق، الورقه دي هي اللي بتحدد ان شاء الله مجموعك اللي على اساسه هتخش الكليه. بقى معقول اللي هيفضل مني في الاخر ورقه، الورقه دي ما تكونش منظمه؟ منظمه مش عايز يا سيدي خط واضح، مش عايز خط جميل، انا عايز خط واضح مقروء. طلبك دي ظاهره للاسف كتيره جدا، وانا بعاني منها والمدرسين زمايلي بيعانوا منها اثناء التصحيح الاجابات. ساعات تلاقي ورقه كده والله ما يعني ما بتاخد في ايدي 5 دقائق تصحيح. بسبب ايه؟ منظمه وخط جميل، واقعد ادعي كده للي كاتب كده اقول الله يبارك فيك يا بنتي، الله يبارك فيك يا ابني، ربنا يزيدك يا ابني. ورقه ثانيه والله العظيم انا ممكن اقعد اصحح فيها تلت ساعه ولا ربع ساعه ومش عارف، والطالب خطه رديء جدا. ساعات اجيبه بقى يعني قدامي اهو اقول له اقرا دي مش عارف. طب انت لما انت مش عارف تقراها، طب انا هقراها ازاي؟ طبعا الكلام ده في اللجنه انا مش فاضي. ليه؟ اللجنه التصحيح يا جماعه فكرش ان انا قاعد في فندق 5 نجوم وحواليا الخدم والحشم بيخدموني، ده انا ربنا يعلم في لجنه عامله ازاي، الدنيا حر ومروحه مكسوره ورؤساء يعني مغلسين علينا يعني الواحد بيبقى قاعد يطاق وتلاقي الفراش نازل شايل شوال ورق وحاططه لك يكبه لك على البتاع يلا صحح. فانت في وسط ده بقى الاقي طالب خط وحش مش عارف اقرا خطه، وعامل لي بقى ايه؟ بص بقى الاجابه بقى نسى حاجه من الاجابه، يقوم عامل ايه بقى؟ جاي في الوسط مكمل الاجابه، يا نهار ابيض، حتى الاجابه اللي هو كاتبها اتمحى معالمها. هو بقى عايز يزود اجابه، يقوم جاي ما بين السطرين ايه؟ مزود، طبعا دي انا لا شفت الاجابه اللي كان كاتبها ولا شفت الاجابه اللي كتبها جديد وبقت عامله زي الكتله الزرقاء، طبعا استحاله هعمل عليها غلط، هعمل عليها غلط. ده في طلبه كمان يعمل لي سهم وانظر الخلف، انظر الخلف يعمل حاجه كتبت الصف العنوان، يا جماعه احنا بنهزر يا جماعه، كل ده يتظبط فين بقى؟ في الامتحانات الشامله اللي انت بتمتحنها في الاسبوع الاخير. شفت ما اهم هذا الاسبوع؟ فلذلك لازم مش طالبك خطك يبقى جميل، بقول لك خطك يبقى واضح ومقروء. انا بقول يا جماعه لان الحته دي مش هتاثر عليك في العربي بس، ده ممكن تاثر عليك في كل المواد، بل تاثر عليك كمان لو دخلت كليه، ده اذا دخلت كليه بهذا النظام يعني. فلذلك لو سمحت كل سؤال في صفحه، يعني القراءه في صفحه خلصت خلاص نقطه من اول السطر وينقل. ثانيا القصه، يبقى انت كمان لان كل واحد قاعد يا جماعه بيصحح سؤال، هو انت فكرك وانا ماسك ورقتك كلها بصححها؟ انا قاعد بصحح التعبير خلاص، انا طول ما انا قاعد بصحح التعبير بس، وبدي الورقه لزميلي اللي جنبي يصحح النحو، وده يصحح النصوص، ده يصحح القراءه، ده يصحح القصه، فكل واحد بيصحح ايه؟ سؤال. فلو سمحت تبقى عارف عشان تسأل، كل ما هتريح المصحح كل ما ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتريحه وهيريحك باذن الله رب العالمين. اذا يا شباب النظام 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 الخط الواضح، ألف رقم السؤال كل فرع تقريبا في صفحة تخصه، ولو اقلب الصفحة عادي، لو الفرع عايز صفحة تانية اديله، بس المهم لما تخلص الفرع الورق هيخلص. لا ما تخافش مش هيخلص ان شاء الله رب العالمين، ما تقلقش بإذن الله رب العالمين. اذا يا شباب الخط السيء ده ظاهرة خطيرة جدا، نخلي بالنا منه. ترك سؤال او جزء من سؤال، دي بقى الكارثة الكبرى بقى يا جماعة، انك انت تسيب سؤال كامل تنساه خالص، او تأجله تيجي في الاخر ما تراجعش تقوم تنساه، او تنسى جزء من سؤال. وما اكثر هذا الخطأ، هتزعل صدقني. يا ريتك سؤال ما انتش عارفه خلاص يبقى انت مش من نصيبك، لكن سؤال انت عارفه وتيجي بره اللجنة تلاقي نفسك ناس القيمة الفنية بتاعت سؤالين كل واحدة بدرجة ولا اتنين، هتعض على ايديك وساعتها لو حتى لو اكلت صبعك مش هيعوض حاجة. فيا شباب بالله عليكم نراجع وعلى مهلك وبقلم رصاص الجزئيه اللي حليناها. ده بيجي من الهدوء بقى، بص ده بيجي من الطالب اللي هادي وسايبها لله وبيحل بهدوء، لكن الطالب اللي مشعرن ومشيطن المواضيع كده وعمال خايف وعمال مرعوب وعمال متسرع وانفعالي، لازم يقع في الاخطاء دي، لازم يقع في الاخطاء دي. فجماعه نخلي بالنا قوي من حكايه ان السؤال نسيب جزء منه. كمان عدم قراءه السؤال بطريقه صحيحه، برضو دي من الاخطاء القاتله، عدم قراءة السؤال بطريقة صحيحة. يبقى السؤال عايز حاجة وانت بتجاوب حاجة تانية خالص نهائي، ما جاوبش وكمان ما بيقراش السؤال للآخر. طبعا اوتوماتيك بقى، الطالب الاوتوماتيك عارف اول ما يشوف جزء عارفه دب 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 دب، طب يطلع بره اللجنة يلاقي بص تلاقي كل الدنيا دي بايظة خالص، مالوش دعوة. ده موضوع التعبير ساعات بيقروه غلط، يعني رأس موضوع التعبير هو في دماغه مثلا ان الاستاذ اسامة قال هيجي موضوع عن النيل، تلاقي مثلا جت كلمة النيل ما يقراش الباقي، يكتب بقى عن النيل ويقعد يشكر فيا بقى. يا عم ايه ده كده؟ الموضوع للاخر، جايز موضوع النيل ده ما هو الا موضوع بيتكلم عن ترشيد الاستهلاك في كل حاجه عموما. فلذلك يا شباب نقرا كويس السؤال ونقرا كويس للاخر كمان السؤال. الوقوف طويلا ام لا؟ عدم المراجعه تغيير الاجابه في اخر لحظه. بصوا يا جماعه الحته دي بقى ده فينا كلنا، انك انت تبقى حالك كويس وتيجي على اخر بقى ربع ساعه اللجنه بتفك شويه بقى وتلاقي بقى الاقتراحات وكل واحد عمال يقول لا 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 ده عملها ده الاستاذ قال لي بيحصل، ده بيحصل، وياما طلاب شاطره ضاعت بسبب الربع ساعه الاخيره. انا عايزك بص صلي على النبي، في احتمالين،
احتمال انك انت ما ساعدتش الغش، لان احنا قلنا الغش حرام، بس انت سمعت كلمه في اللجنه بالصدفه زي ما قلت قبل كده بالصدفه، ولقيت الكلمه دي غير اللي انت كاتبه في الاختياري، او مش شرط كلمه، سؤال اجابه، تمام. طيب نرجع بقى، لو انت على يقين بقى انك لقيتها فعلا انت كاتب غلط وانت سمعت بالصدفه، لا خلاص هتبقى انت مش هتقدر على نفسك، هتغيرها وانت ما قصدتش تعمل حاجه. بص اصل في فرق ما بين الغش قصدا وديت جايه لك بالصدفه قدرا، يعني بقى ده رزقك يعني، تمام كده. فانت هتغيرها، هتغيرها بيني وبينك، اي حد مكانك هيغيرها، تمام كده، لانك تاكدت وتيقنت ان انت كاتبه غلط. طب افرض الامر باين، يعني ايه بقى؟ يعني انت اجابه زميلك اللي بيقولها واجابتك اللي انت بتقولها وشاكك، الامر مشكوك فيه، طالما الامر باين اثبت على اجابتك انت. ده الصح بقى. ليه؟ عشان لو طلعت من اللجنه وكنت كاتبها صح وشطبتها وكتبت الغلط، انت عمرك ما هتنساها لزميلك ده، هتفضل طول حياتك تدعي عليه. وفعلا اصل انت كده، انت ما هو انت باين، يبقى خلاص اثبت على اجابتي. طب افرض الاستاذ طلع ولا صح، والله ساعتها بقى مش هتزعل زي ما قلت لك، لانها مش بتاعتك، الدرجه دي مش بتاعتك اصلا، يعني انت كتبتها وده اللي كنت انت مقتنع بيه وطلع غلط، يبقى خلاص ده العدل اصلا، ده يبقى انت كده نزلت من مقام الاحسان لمقام الايه، ها، لمقام العدل. فاذا يا شباب لو سمحت ما تغيرش اجابتك في اللحظه الاخيره اللي اذا تيقنت ان هي فعلا غلط وانتبه انتباهك فعلا انت كنتش واخد بالك، واذا كان الامر باين اثبت على اجابتك، علشان ما حدش يعني ايه يوديك في ده. يعني على فكره يا جماعه اقولها لكم نصيحه، والله العظيم في طلبه ساعات بيغششوا بعض غلط وقاصد يغشش غلط. انا هي يعني حاجه نادره شويه، بس انا بقول لكم انا يعني كنت براقب وكنت طالب وعارف كويس قوي النفوس بتبقى عامله زي بعض الطلاب، بيبقوا عندهم يعني 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 نوع من انواع الايه، عدم الاستواء النفسي كده، فممكن يغشش غلط. انا بقول الكلام ده لفئات كتيره قوي في المجتمع، لان عارف الكلام ده يعني بيتنشر على النت وفيديوهات، فانا بكلم فئات كتيره قوي في المجتمع، ما بكلمش الفئه النقيه وبس، انا بتكلم الفئه النقيه دي بحافظ عليك اهو، انا بحافظ عليك ان حد يغششك غلط. فخلي بالك يا جماعه من النقطه ديت، علشان احنا في منافسه، وساعات ناس بتلتمس طرق شريفه وساعات ناس بتلتمس طرق غير شريفه. فارجوك يا شباب تراجع كويس، ومش تراجع عشان تغير اجاباتك، انت بتراجع بس كده مراجعه سريعه علشان ما تكونش ناسي سؤال او جزء سؤال، او يكون السؤال بيقول حاجه وانت بتكتب حاجه تانية. كمان ما تغيرش اجابتك في اللحظه الاخيره الا اذا كان يقينا انك انت اكتشفت انها لا قدر الله يا شباب لا قدر الله خطا. دي مجموعه من النصائح يعني اللي ربنا ذكرني بيها ان انا اقولها لك، ولعل الله سبحانه وتعالى شاء الرحمن الرحيم يعني يحرسك ويحفظك ويحفظك يا بنتي ويحرسك، وإن شاء الرحمن الرحيم تدخلوا التجربة دي وتطلعوا منها أقوى وأذكى وتنفعوا بلدنا الغالية مصر. صدقوني يا أولاد والله جيلكوا ده بالذات مصر محتاجة أوي 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 أوي. أنا مش بتكلم كلام وطني فاضي، لا، أنا بتكلم وبتكلم عن عاطفة وعن حب وعن يقين وعن خبرة، ونفسنا نقدم حاجة للبلد دي. صدقوني يا أولاد والله أنا ما بعمل كل اللي بعمله ده وعايز منه حاجة غير إن أنا أشوف بلدي متقدمة واشوف جيلكم الرائع. ايوه بقول جيلكم الرائع، لان انا لما بتعامل معاكم بجد بكتشف فيكم كنوز. اذا كنتوا انتم مبسوطين باللي بقدمه لكم، انا مبسوط بيكم اكتر، ومبسوط برد فعلكم على اللي بقدمه ده اكتر واكتر واكتر، صدقوني. ففعلا انا بدات الطريق ده، ولولا ردود افعالكم ولولا تفاعلكم الجميل معايا والله ما كنت اعرف اكمل الطريق ده. انا عملت او بدات الطريق ده ليكم وبكمله بيكم، صدقوني ان شاء الله رب العالمين يجعله خالص ابتغاء وجه الكريم. وادعو الله عز وجل الا يجعل فيه شبهه الرياء ولا شبهه شهره ولا شبهه مصلحه. اللهم يا رب انت مطلع على ما في قلبي، فاشهد اني اقدم هذا العمل ابتغاء وجهك الكريم يا رب، وان كان فيه شيء بغير ذلك يا رب فنقه بإذن الله رب العالمين، وانفع به الناس وانفع به المسلمين يا رب العالمين. وشرف كبير جدا أن أكون يعني أو أن أقدم، شرف كبير جدا أن أقدم شيئا لطلاب مصر الأعزاء، بل طلاب الوطن العربي كله. احنا عارفين عربي فيه حاجات مشتركة كتير زي النحو والبلاغة. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما تعلمتم، وأن يعلمكم ما ينفعكم، وأن يزيدنا جميعا علما. أحباب الطلاب لا تنسوا الدعاء، الدعاء الدعاء مخ العبادة، الدعاء الدعاء سلاح المؤمن. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم احفظنا بحفظك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وزدنا علما. اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا واليك المصير. فسدد خطانا ووفقنا يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.